أهلا بيكم، أنا الدكتور عمر، والنهاردة هنحكي عن السيلولار انجوري. الخلايا طبعا لازم تبقوا فاهمين إن هي بتتفاعل مع الانفايرومنت بتاعها، وطول الوقت بتغير من الاستراكشر بتاعها والفانكشن علشان تحاول إن هي تتأقلم على التغيرات اللي بتحصل والاكسترا سيلولار ستريس اللي ممكن تتعرض لها، لأن الخلايا الاسترس والنوشس السيميوراي تخليها ان هي تقدر ان هي تحاول انها تغير من نفسها بشكل او اخر عشان تحاول ان هي تتأقلم للمحيط اللي دايما متغير فيه، لان انت عندك مليارات الخلايا، يعني ملايين او مليارات الخلايا موجودة، وطول الوقت الجسم بيتغير، فهي عليها ان هي ايه تتأقلم على التغيرات اللي بتحصل. بينما من ناحية الخلايا من جوه، فالانتراسيلولار انفايرومنت بتاعها بيكون تايتلي ريجوليتد، بيكون منظم جدا ان هي بتحاول تحافظ على الاستقرار بتاعه، فبتحاول ان هي توصل لحاجة بيسموها الهوميوستاسيس، او ان اللي يكون فيه استقرار وتوازن وتناغم في الخلايا. اول ما الخلايا بتبدا ان هي تواجه ستريسز فيسيولوجيه، زي مثلا الانكريز ورك لود، يعني اشهر مثال لكده عضله القلب، لما بيروح يبقى عليها جهد زياده بتبدا انها تعمل حاجه هتعرفوها في القدام اسمها الهايبرتروفي، بتلاقي ان الخلايا نفسها بدات ان هي تكبر من ايه من حجمها. نفس الفكره دي بتحصل بالنسبه للناس مثلا اللي بتروح الجيم، ان انت بيحصل هايبرتروفي لعضلات الجسم، فتلاقي ان الخلايا نفسها كبرت، فده اللي بيخلي ان الشخص اللي بيروح جيم تبدا ان عضلاته ايه تكبر، لان انت بقى عندك في ستيمولس او في حاجه بتروح تحفز الخليه دي ان هي تروح تعمل ادابتيشن، تاقلم على التغير ده، فتبدا ان هي تكبر من نفسها عشان تقدر ان هي تتعامل معاه. او لو حصل ان ايه حصل لها اصابه انجرس كونديشن، زي مثلا سوء التغذيه نيوتريشن ديبريفيشن، فبالتالي بتروح ايه تبدا ان هي ممكن يحصل لها اتروفي او موت او ضمور، في ان تبدا ان هي تصغر، بتوصل بعد كده للنيو ستيدي ستيت دي، وعشان تحافظ على ان ايه الفايابيليتي والفانكشن ان هي تفضل ايه حيويه بتاعتها ايه مستمره. لكن المشكلة بتحصل كلها ان انت لو ما وصلتش لمرحلة الادابتيشن دي، ان انت وصلت لايه لظروف او ستريس اقوى من يحصل ادابتيشن. في الحالة دي لو انت تعديت ده في الضغط اللي انت بتعرضه للخلايا، بيحصل ايه حاجة بنسميها سيل انجوري، لو كان الستريس اكسسيف او هارمفول، فبالتالي ايه الخلايا بتبدأ ان هي تتصاب. تخيل مثلا ان انت عندك دي خلية، لازم تبقوا فاهمين ان انتوا الخلايا مثلا بيكون جواها ايه الالكترولايتس مظبوطه، ان بتكون البوتاسيوم انتراسيلولاري موجود اعلى بكتير جدا من الصوديوم اللي موجود ايه اكستراسيلولاري. واحده من الامثله اللي ممكن ان يحصل فيها خلل، ان انت لو حصل ان شخص راح دخل في حاله من الهايبوناتريميا او الهايبرناتريميا، الكلام ده بيبان اكتر حاجه بالنسبه للمخ. يعني لو انت عندك واحدة من الحاجات اللي بتحصل، ان لو شخص انت عندك فيه هايبوناتريميا صوديوم قليل جدا، ورحت اديت له محلول ملح هايبرتونيك بسرعة عالية، ممكن ان الخلايا نفسها بتروح تبدأ ان هي تجف ويحصل لها شرينكيج، وبيحصل حاجة بيسموها اوسموتيك ديمايلينيشن سندروم. ده مرض من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل، اللي بتأدي ان الشخص ممكن ان يتشل تماما بسبب ان انت حصل تغير للايه للانفايرومنت بتاع الخلايا. طبعا لو انت حصل ان الانجوري كانت خفيفه، بنسميها ان دي ريفرسيبل سيل انجوري، وكلمه ريفرسيبل مهم جدا، لان ده معناها ان الخلايا تقدر ان هي ترجع للبيس لاين بتاعها او ترجع لحالتها الاولانيه. لكن لو كان الاسترس اللي تعرضته او الاصابه كانت سيفير قويه او استمرت persistent، او لو كانت سريعه جدا rapid in onset لدرجه ان الخلايا ما كانش عندها وقت كافي ان هي تتاقلم، في الحاله دي بيحصل ما يسمى irreversible injury، اللي هي اصابه ما فيهاش رجعه، وتبدا الخلايا ان هي تموت. وفي النسبه للامراض، اهم حدث بيحصل هو موت الخلايا، cellular death او cell death، ده دي اهم حاجه بتحصل ان بتؤدي للامراض. ليه بقى اسباب كتير؟ واحد من اشهر الاسباب ان بيحصل اسكيميا، اللي هو ان lack of blood flow، لو الدم قل لاي عضو بيبدا ان هو الخلايا اللي فيه تموت، لان الدم هو اللي بيوصل لها الايه التغذيه، وهو اللي بيخلص من الميتابوليك ويست برودكتس، فبيخلي ان ايه ان الخلايا تقدر ان هي تستمر تكمل بوظائفها. يعني انت لو عندك
صباع ورحت فصلت او ايد ورحت فصلت الدم عنها بان انت رحت عملت لها تورنيكي بشكل جديد وسبتها, تروح تلاقي ان حصل لها جنجرين واتقطعت. فده مثال حالات الايه الاسكيميا. الانفكشن طبعا ان انت لو حصل ايه التهاب عدوى سواء كانت فيروسيه او بكتيريه, ففي الحاله دي تروح الخلايا بتموت. جزء منها اساسا بيكون مثلا بالنسبه للفيروسات, الفيروسات لما الجسم بيلاقي ان في خلايا فيها فيروس او جسم حاجه غريبه بيبدا ان بايه بيموتها لوحده, فده وظيفه الجهاز المناعي. نفس الفكره بالنسبه للتوكسينز, ان انت لو عندك ماده سامه اي نوع من السموم زي مثلا السيانايد, ده بيموت الخلايا بان هو بيروح ايه يخلي ان الميتوكوندريا نفسها ما تقدرش ان هي تطلع ايه انرجي, فده يروح يموتها. والاميون رياكشنز, ان انت لو حصل ايه تفاعل مناعي زي مثلا امراض الجهاز المناعي الاوتو اميون ديزيز اللي بيبدا ان الجهاز المناعي يهجم على الخلايا, فده برضو مثال ايه زي خلايا ان هي بتموت. فده جزء الباثولوجيكال سيلدس. لكن ممكن طبيعي ان الخلايا تموت بشكل عادي, ان تكون دي ايه نورمال بروسيس, وده اللي بيحصل في الامبريوجينيسيس. في الامبريولوجي وتكوين الاعضاء كتير من الطبقات بتتكون وبعد كده بتروح تموت, فتلاقي ان خلايا بتروح تموت فيها بشكل عادي عشان لغايه ما يتكون الايه الجنين ويكمل الماتوريشن بتاعه. فده مهم بالنسبه للاورجان ديفلوبمنت. وجزئيه برضو المينتيننس اوف تيشو هيميوستاسيس, يعني على سبيل المثال انت لازم تبقى فاهم ان في خلايا كتير بتتوزع, ان عندك انت في خلايا لابايل وفي خلايا ستيبل. الخلايا اللابايل دي زي مثلا خلايا الجلد, الجلد دايما بيجدد من نفسه والخلايا بتموت وتفضل الطبقه اللي ميته تطلع 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 ويجي من تحتها الطبقه الجديده فتروح تتبدل, فتلاقي ان خلايا الجلد طول الوقت في حاله من الايه ان هي بتتجدد جديد. نفس الفكره بالنسبه للخلايا اللي موجوده في الجي اي تي تراكت. فده مثال ان امتى يكون السيل ديس حاجه نورمال وما هياش حاجه ايه تدل على وجود ديزيز بروسيس او باثولوجي. نبص هنا على الرسمة دي, هتلاقي ان عندك هنا الخلية قاعدة في حالة الهوميوستاسيس او الاستقرار والسكون بتاعها العادي, بدأت ان هي تتعرض لستريس. لو كان الستريس زي ما قلنا ان احنا ايه بقى الديماند بتاعها المتطلبات اكبر, هتبدأ ان هي تعمل ادابتيشن اللي هو التأقلم, سواء كان عملت مثلا هايبرتروفي ممكن انها تبدأ تكبر من خلاياها من الحجم بتاعها, ممكن انها تعمل هايبربليسيا اللي هو زيادة العدد بتاع الخلايا, ممكن انها تعمل ادابتيشنز تانية. او لو اتعرضت لانجرس ستيمولس اصابه, يعني مثلا قلنا ان ايه ماده كيماويه راح تتكبت على ايد حد فبدات ان هي تروح تعمل لها ايه سيلولار انجوري, كانت هتخش على طول في ايه في السيل انجوري. بينما الادابتيشن لازم بياخد وقت ان انت ايه فشل الادابتيشن فتروح توصل لمرحله السيلولار انجوري. لو كان الستريس ده او الانجرس ستيمولس مايلد خفيف او ترانزينت يعني بشكل مؤقت, هتكون تتسمى في الحاله دي والمصطلح ده مهم جدا ريفرسبل انجوري. ودي الاهميه بتاعتها ان انت الخلايا اللي حصل لها انجوري ريفرسبل ممكن ترجع خالص زي ما كانت نورمال وتتم ايه وتتم عمليه الهوميوستاسيس كما كانت. المشكله تحصل لو انت كان عندك سيفير انجوري او سيفير او حاجه تكون بروجريسيف ستريس, في الحاله دي هتوصل لمرحله الايريفرسبل انجوري وهي دي الايه اللي بتؤدي لموت الخلايا سيلولار ديس. والسيل ديس هنا مهم ان احنا بنسميه حاجه من حاجتين, يا اما نكروزز يا اما ابابتوزز. والفرق ان النكروزز ده باثولوجيكال, يعني لما بتموت الخلايا بتموت بشكل غير منتظم, معناها مثلا على سبيل المثال لو انت كان عندك خليه كده ورحت عملت لها رابشر في الممبرين بتاعها فبدأت فتحت الكونتنت بتاعها وبدأت ان هي تطلع كل الأورجانيلز اللي جواها البرة, فكده ده مثال لحاجة حصل فيها ايه خلية نيكروزيز. الأبابتوزيز لكن بيختلف على كده وهتاخدوه بمراحل. ببساطة هو معناها ان خلية دخلت في ما يسمى programmed cell death او موت الخلايا المبرمج. ده ببساطة هو الانتحار. لو الخلية انتحرت, الجسم لما يلاقي ان هو في خلية مش عايز ان هي تكمل في حياتها, يعني ما بقاش محتاج لها وعايزها ان هي تموت, وده بتحكم الجسم نفسه ما هياش بسبب حاجة ايه مرضية, بتخش بيخليها ان هي تنتحر. هو ده الابابتوزيس. يعني لما احنا كنا بنحكي من وراء على الامبريوجينيسيس وتكوين الجنين, كتير من الخلايا بتروح تخش في عملية ابوبتوز ان هي تروح تموت نفسها بشكل منتظم,
فايه فتروح بعد ما ادت الوظيفه بتاعتها، فانت عايز ان انت تخلص منها، فتروح تدخلها في مرحله الايه الابوبتوزيس دي. نرجع تاني للمصطلح اللي قلناه اللي هو الاتيولوجي او السبب، وهو ده ايه النقطه اللي هنحكي عنها في السيلولار انجري. ممكن احنا نوزعها بشكل واسع ان في نوعين رئيسيين للايه للكوزز. في ممكن يكون جينيتك كوز اسباب جينيه، او ممكن تكون اسباب مكتسبه اكوايرد كوزز. الاغلبيه بتكون اكوايرد، هي دي بالنسبه للسيل انجري، لكن في قليلين بيكون امراض ايه وراثيه. نحكي على أمثلة بتاعتها. بالنسبة للأسباب اللي بتعمل genetic diseases، ممكن يكون المشكلة حاجة developmental، يعني في التكوين بتاع الجنين حصل حاجة error في المورفوجينيسيس. تلاقي مثلا إن عيل اتولد عنده عين ناقصة، عيل اتولد ما عندوش دراع، ده مثال إن حصل developmental defect وحصل فيه cellular death. مثال تاني الحاجات genetic، وده طبعا بيكون مولود فيه، اللي هي الكاريوتيبك كاريوتيبك ديفكتس او السيتوجينيتك، اللي هو بيكون المشكله في الكروموزومات نفسها. واشهر مثال عندنا ده هو داونز سيندروم. متلازمه داون هو اشهر مثال موجود لحاجه بيكون في مشكله في الكاريوتايب، فتلاقي ان ايه ان الخلايا نفسها، ان عندك انت في كروموزوم من الابنورماليتيز فيحصل المرض ده. نفس الحكايه بالنسبه لحاجات زي تيرنر كذلك. في ممكن حاجات تانية يكون المشكله مش على مستوى كروموسوم كامل، لا على مستوى جين واحد، فنسميها سينجل جين ديفكت، ودي عباره عن مندليان ديس اوردرز بناء على الايه الطريقه اللي بتتورث فيها. مثال منها ان انت عندك مرض زي مارفانز سندروم، ده بيتولد الشخص بيكون طويل خالص وبيكون عنده مشاكل في القلب، وبيكون المشكله في جين واحد اسمه فيبريلين جين مسؤول عن تكوين الكولاجين، فتلاقي ان الكولاجين بتاعه راخي جدا، فتلاقي ايه ان هو عنده المرض ده. مثال اشهر من كده ان انت عندك الانيميا المنجليه السيكل سيل ديزيز، ده بيكون المشكله في جين واحد بيروح يسبب ان يحصل للشخص الانيميا دي، وده بيتولدوا بيها. حاجة تانية بعد كده المالتي فاكتوريال انهيرتنس ديسوردرز، او بيسموها ساعات البوليجينيتك، معناها ان انت عندك في عامل وراثي، بس ما نقدرش ان احنا نقول لا في كروموسوم معين بايظ، في جين معين بايظ، لا ده مجموعة من العوامل الكتير، ساعات بتكون جزء منها جينيتك وجزء انفايرومنتال. اشهر حاجة لكده ان انت عندك الدايابيتس، ده هيتقال عليه مرض مالتي فاكتوريال انهيرتنس، ما فيش جين محدد نقدر نقول ان هو ده الجين بتاع الدايابيتس. حاجة كمان زي كده ما تتقالش مرض، بس بالنسبة للدرماتولوجي بتعتبر كده القرع، هو حاجة وراثية اللي هو الاندروجينيك الوبيشيا، ان الراجل يروح يبدا ان هو يقرع بالشكل الايه الديستريبيوشن اللي معروف ده. مفيش جين واحد مسؤول عن كده، بيكون ايه التفاعل ما بين الوراثه وما بين جزء برضو ايه انفايرومنتال. فدي امثله لحاجات مالتي فاكتوريال وبتكون انهيرتد، بس ما نقدرش نقول ان في جين واحد او كروموسوم واحد هو اللي مسؤول عن الايه عن الديزيز ده. وفي غيره حاجات بيدياتريك ديزيزز بتكون مثلا انزيماتيك ديفكتس، تلاقي ان عيل مولود وعنده فيه مشاكل في انزيمات معينه، ودي كتير منها تلاقوها ان هي كمان اوتوسومال ريسيسيف. الاكوايرد لكن هي دي الاغلبيه، اللي تكون المرض حصل اثناء حياه الشخص ما اتولدش بيه. هتلاقي ان احنا ممكن نوزعها لايه لاكثر من توزيع. حاجات بتكون المشكلة هايبوكسيا أو إسكيميا. الهايبوكسيا دي معناها نقص الأكسجين، هايبو قليل وأكسيا من أكسجين، بينما إسكيميا معناها نقص البلاد فلو. الإسكيميا هي إن إيه إن أنت عندك الدم نفسه اللي واصل للأورجان. أشهر حاجة لكده إن أنت لما بيكون شخص بيخش في مايوكارديال إنفاركشن، بيكون إن المشكلة إن الصمام التاجي الدم اللي موصله للقلب قليل، بسبب إن حصل ضيق فيه بسبب تراكم الدهون على الشريان، فبدأ إن إيه يحصل سيلولار إنجري ودس. في ممكن فيزيكال إيجنتس، حاجة فيزيائية زي مثلا إن لو واحد اتطعن بسكينة، ده مثال هيعمل سيلولار إنجري وخلايا هتموت، بس السبب كان فيزيكال. في حاجات بعد كده كيميكال، لو احنا مثلا جبنا مادة أسيد أو ألكالي
وشخص راح بلعه، هتلاقي ممكن كتير في الاستقبال حالات ان ناس ممكن يكون حصل بالغلط بالنسبة لطفل صغير او حد كان بيحاول ان هو ينتحر وراح خد بليتش وراح بدأ ان هو يبلعه، حاجة من الحاجات الاسيدك دي هتروح يسبب ان يحصل سيلولار انجري. الميكروبيال ايجنت ناخد اشهر مثال الكورونا فيروس، ده مثال ان هو بيروح يموت الخلايا ويحصل سيلولار انجري وحاجه من الميكروبات اللي بتسبب لكده. في immunological ايجنتس ان انت بيكون عندك مشكله في الجهاز المناعي، اهمهم من حاجات اللي هي بتكون اوتو اميون ديس اوردرز، ان بتكون خلل في ايه، في ان الجهاز المناعي نفسه بدا يهجم على خلايا الجسم، وهتلاقي ان دي منتشره اكتر في الفيميلز. هتلاقي ان الامراض اللي بيكون الجهاز المناعي نفسه بدا ان هو يهجم على خلايا الجسم العاديه اللي هو المفروض بيتدرب من هو في الصيمس على ان هو ما يهجمش ابدا على خلايا الجسم الطبيعيه، ده مثال لحاجات ايه immunological agents بسبب cellular injury. في حاجات زي النيوتريشنال ديريجمنتس، ان حاجه بتكون مشكله في التغذيه زي مثلا سوء التغذيه، لو شخص دخل في مجاعه السارفيشن او حد عنده انوركسيا نيرفوزا اللي هو ما بيكونش بياكل بسبب نفسي فبطل ان هو ياكل فبدا ان عمال يرفع يرفع يرفع، ده ممكن ان هو يسبب ايه موت للخلايا. الايجنج والكبر الناس كلها لما احنا بنعجز بتبدا ان يحصل سيلولار انجري، يبدا ان الاورجانز نفسها يحصل لها فيلير ويحصل حاجة بيسموها سينسنس، إن الخلايا بتبدأ إن هي إيه يحصل لها ضمور. في الأمراض السايكوجينيك وسايكو يعني معناها من النفس أو ذات السايكي، وجينيك اللي هو من جينيسيس أو تكوين، دي معناها إن الأمراض سببها في الذهن، أمراض ذهنية اللي هي الأمراض النفسية زي مثلا الاكتئاب زي مثلا التوتر، دي أمراض كلها بيكون الأصل بتاعها سايكوجينيك. وفي إياتروجينيك فاكتورز، ومصطلح إياتروجينيك ياترو هنا في الحالة دي معناها ان السبب الطبيب، معناها ان حصل خطأ طبي راح ادى ان يحصل ايه السيلولار انجري دي، مثلا جراح بدأ ان هو يشتغل وراح صاب لك ايه شريان بالغلط، فده مثال لحاجة ياتروجينيك انجري، او ان انت اديت دواء وراح الدواء ده سبب لك ايه تليف في الكبد، في الحالة دي هنقول عليها ان دي حاجة ياتروجينيك. واخر نقطة ان في حاجات لكن بتكون ايديوباثيك، ايديوباثيك دي معناها ان حاجة باثولوجي ايديو او معناها ان هي فريدة من نوعها مش عارفين لها سبب. ايديوباثيك معناها ان مرض احنا مش عارفين السبب بتاعه، وكتير جدا من الامراض على فكرة ينطبق عليها النقطة الايه، هي مش كتير للدرجة دي بس يعتبر عادة، هتلاقي ان مكتوب قبليها كلمة ايديوباثيك، يعني هتلاقي مثلا ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا مثال مثلا لحاجه زي كده، اللي بتلاقي ان الخلايا نفسها ثرومبوسايتس قليله بدات ان تعمل حبيبات ايه كابيلاريز، بدات ان هي ترابشر كده في الجلد فتعمل حبيبات حمراء في كل كنقط، ودي ما مش معروف السبب بتاعها فبنقول عليها في الحاله دي ايديوباثيك. نبدا نتكلم في اول نقطه عن الهايبوكسيا والاسكيميا. زي ما قلنا الهايبوكسيا يعني نقص في الاكسجين، بينما الاسكيميا معناها نقص في الدم نفسه في البلاد فلو. طبعا الخلايا بتحتاج الايه الاكسجين عشان تقدر ان هي تكون طاقه، وده كلام البايو اللي انتم المفروض عارفينه، وتعمل الميتابوليك فانكشنز بتاعتها. لو بدا ان يحصل نقص في الاكسجين او اللي زي ما قلنا كمصطلح بتاعنا هنا هايبوكسيا، ولازم تبقوا عارفين المصطلح ده كويس، هيروح تفشل الميتابوليك فانكشنز دي وهيفشل الجينريشن اوف انرجي، ويعتبر من الموست كومن كوز اوف سيلولار انجري ان الخليه ما بقاش وصل لها ايه اكسجين. ممكن ان ما يوصلهاش الاكسجين ده باكتر من طريقه، واحده الاسكيميا ان انت عندك ان الدم ما بقاش واصل، يعني لو حصل arterial occlusion ان انت عندك artery وراح يتسد، ده ممكن بيحصل ساعات ان انت عندك ورم يروح يبقى كبير جامد ان هو لدرجة يعمل compression ويضغط على artery فيروح يسده فتروح تبدأ الخلايا دي يحصل لها اسكيميا. زي ما قلنا انت مثلا التورنيكي لو انت جبت جلوفز عاديه ورحت ربطتها في دراع حد زي ما بتقيس الضغط وفضلت مثلا رابطها مثلا بالساعات ونام بيها، ده مثال ان حصل الارتيريال اوكلوجن، وتلاقي ان الشخص ده صاحي تاني يوم بجانجرين في دراعه لان انت ما وصلوش الدم فما فيش اكسجين واصل. اللي بيحصل لكن الموست كومن وده اللي هيموت اغلبنا بالذات الرجاله هو الاثيروسكلوز، ان انت التصلب الايه الشرياني، ان انت بيجي مع الزمن بيقعد يترسب الكوليسترول في الشرايين فيروح يخليها ان هي تبدا تضيق تضيق تضيق، فتبقى كمية الدم اللي بتقدر ان هي ايه تشيله يقل، فده مثال ايه الحاجة من الهايبوكسيا اللي بتحصل بسبب الاسكيميا.
ممكن يكون المشكلة إن أنت الأكسجينيشن غير كافي، وده بيحصل في الكارديك والبولمونري ديزيز. يعني لو واحد عنده مرض في الرئة، اللانجز بتاعته نفسها ايه حصل لها، مثلا فايبروزيس ايديوباسيك ايه بولمونري فايبروزيس، او ان هو عنده كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز COPD، الرئة نفسها مش قادرة ان هي ايه توصل الاكسجين للدم، مش قادرة ان هي ايه تخلي الدم اللي موجود يبقى محمل بالاكسجين. ففي الحالة دي انت كده عندك الايه مفيش اكسجين موصل للجسم، ففي حصل حالة من الـ inadequate oxygenation. في نفس الفكرة بتحصل لما بيكون عندك فشل في القلب، لو عضلة القلب اللي هي مسؤولة عن ضخ الدم وبتخليه ان هو يتحرك ويروح لكل حتة في الجسم فشلت، هتلاقي ان انت الدم نفسه في حالة من السكون والثبات، حالة من الستيزيس، مش قادر ان هو يوصل للأورجانز عشان يعمل لها perfusion ويوصل لها الدم الأكسجين اللي هي محتاجاه. فده مثال ان يكون الـ inadequate oxygenation بسبب ايه فشل في القلب. ممكن يكون بعد كده حصل نقص في الأكسجين carrying capacity، الـ RBCs نفسها ما بقتش قادرة ان هي تشيل الدم. المثال بتاعنا ان انت عندك انيميا، معناها ان الكمية عدد خلايا الدم الحمراء قلت، ففي الحالة دي الشخص بقى عنده انيميا، نقص ايه في كمية الـ RBCs. او حاجة تانية اللي هو الكربون مونوكسيد بويزنينج او السي او بويزنينج. السي او ده والكربون مونوكسيد ده عبارة عن مركب خلايا الدم الحمراء بتحبه اكتر من الاكسجين ب 250 مرة، فعندها افينيتي اعلى ليه جدا من الاكسجين. فاول ما بيكون موجود الكربون مونوكسيد في بلاد ستريم، بيبقى الجسم بيبقى الار بي سيز كلها تروح ايه تاخده تشيله، بدل ما هي مفروض بتشيل اربع جزيئات من الاكسجين بقت بتصير مثلا جزء واحد اكسجين وثلاثة كربون مونوكسيد. كابقى عندك الار بي سيز اللي هي بتشيل اغلب الاكسجين اللي في الدم، مش شايلة اي اكسجين، فيروح الشخص يخش في حالة شديدة من الهايبوكسيا ويموت. وتلاقوا الكربون مونوكسيد بويزنينج ده بيحصل في حالات الناس اللي جاية من الحرائق، لو حصل حريق اصلا بيطلع كمية كبيرة من الكربون مونوكسيد فتروح تسبب البويزنينج ده. غير مثلا لو شخص كان ما بيحاول، يعني طريقة من طرق الانتحار اللي كان الناس بيعملوها زمان، ان كان بيجي يروح يبقى مثلا راكن عربية جوه في مكان ضيق مقفول زي جراج، يشغل المفاتيح ويقفل الشباك عليه، فيروح يخلي ان ايه الصدمات زمان كانت بتطلع كميه ايه دخان عادم دخان كبير جدا، فكان كل ده كربون اكسيد يقعد يطلع يطلع يطلع، فبتبدا ان هي بتعمل سي ان اس مانيفيستيشنز، تلاقي ان الشخص بدا ان هو يدوخ ويبقى دراوزي، وبعدين بسبب نقص الاكسجين ده تروح تموته. حاجات بقى الفيزيكال ايجنتس اللي ممكن تسبب امراض، هتلاقي عندك الميكانيكال تروما، حاجه زي الحوادث، حد حصل له حادثه راح دخلت حاجه عورته سكينه، كل ده مثال لميكانيكال تروما، حاجه ميكانيكيه وسببته. في ممكن تكون حاجه في الثيرمال تروما، حاجه حراريه، شخص اتعرض ايه الهيت حراره شديده بتروح تموت الخلايا، او نفس الفكره بالنسبه للكولد الشديده ان هي بتموت الخلايا. انت حتى ساعات بنستعملها فكره ايه في ان انت بتعمل كرايوثيرابي، ساعات ان انت لو عندك حاجه في الجلديه ممكن بنستعمل ايه درجة حرارة واطية جدا ان احنا بنستعمله، زي ما بنستعمل الليزر ان احنا نروح نموت خلايا ونروح نحوش ليجن معينة او ماس معينة او حاجة تكون مثلا ايه موجودة نحوشها من خلال البرودة دي. يعني مثال منها ان انت عين السمكة من الطرق اللي احنا بنخلص منها ان احنا بنستعمل كولد سيرابي، نجمدها فتروح ايه تخلص منها. هتلاقي بعد كده الالكتريسيتي، وطبعا الكهرباء بتموت الخلايا، والالكتريس طبعا لازم بتكون بفولتج عالي، وكل ما كانت يعني اقوى كل ما كان الدامج اعلى، اللي هو طبعا اعلى حاجه موجوده ان انت لو الشخص اتصاب بالبرق. الاشعه او الراديشن طبعا واحد من الاسباب الفيزيكال اللي بتسبب السيلولار انجري، زي عندك الالترا فايولت ريز، يعني انت سبب ان انت بيحصل اصلا سرطان في الجلد، لان احنا طول الوقت بنتعرض للشمس للالترا فايولت ريز اللي هي اسمها UV ريز، فده بيروح يخلي ان بيحصل ايه تغيرات في الدي ان ايه اللي موجود، بيحصل دامج في الدي ان ايه، ومع الوقت
الطويل، لأن الشخص لو تعرض شمس لفترة طويلة جدا بيحصل سرطان الجلد بسبب الطريقة دي. غير إن أنت عندك ممكن الراديشن ده برضو لما شخص يكون بيتعرض لأشعاع أثناء ما هو بيعمل الأشعة التحاليل اللي إحنا بنستعملها، يعني ممكن لو شخص عمل أشعة على رقبته وهو صغير ممكن إن قدام في السن تلاقي إن هو راح حصل له سرطان بسبب الحكاية دي، تلاقي إن حصل له سرطان في الغدة الدرقية. فده مثال لكده. في حاجات تانية زي الرابيد تشينجز في الاتموسفيريك بريشر، لو حصل تغير حاد في الضغط الاتموسفيري في الضغط الجوي بيروح يحصل سيلولار انجوري. مثال كده بيحصل في الناس الغطاسين، لما الناس بيروحوا يغوصوا في الاعماق، واحدة من الحاجات المهمة اللي لازم بيبقى متنبه عليها ان انت ما ينفعش تطلع بسرعة. لو حصل ان انت طلعت بسرعة بيروح يبدأ ان يتكون فقاعات من النيتروجين وتبدأ ان هي تعمل امبوليزم، تيجي تقفل لك شرايين في اماكن كتير في الجسم، ممكن ان المرض ده يموت. فمن الحاجات المهمة بالنسبة للغطاسين ان هم لازم لما يجي يطلعوا من المية يطلعوا ببطء شديد، لما وده بالنسبة للايه اللي بيغوص في مسافات طويلة. ده حاجات يعني ايه في السكوبا دايفنج، وبالنسبة للناس اللي بتغوص في الجيش بيبقوا لازم عارفين اللي النقطة دي، وبيسموه المرض اللي بيحصل في الحالة دي كايزونز ديزيز. كيميكالز ودراجز، في بقى مجموعة كبيرة من الكيميكال ايجنتس والدراجز اللي ممكن تعمل السيلر انجري. في سموم موجودة كيميكال بويزنز، حاجة زي السيانايد، يعني السيانايد ده بيستعمل كسم اساسا، وهتلاقي برضو الناس اللي بتموت في الحرائق بعض الحاجات زي مثلا العفش ساعات لما بيتحرق بيروح يطلع سيانايد، والسيانايد بيروح يجي يمنع الاي تي بي جنريشن في الميتوكوندريا ويروح يخلي ان الخلايا تموت بالطريقه دي. في الارزينيك اللي هو الزرنيخ وبيستعمل كان كسم من زمان، في كذلك الميركوري او الزئبق اللي هو هتلاقيه موجود في جهاز الضغط، ده برضو من الحاجات السامه. بل يقال ان ايزاك نيوتن نفسه كان عنده ميركوري بويزنينج، فده من الحاجات اللي ايه بتروح تسبب الوفاة بالنسبة برضو للناس اللي بيشتغلوا في المصانع اللي بيتعاملوا مع الميركوري. الفكرة نفسها موجودة في السترونج اسيدز والالكاليز، لو انت عندك مادة حمضية او قلوية قوية فبتروح تموت. الانفايرومنتال بوليتنز، اي مواد ملوثات في المحيط بتقدر تعمل كده. عندك الانسكتسايدز والبستسايدز اللي هي المبيدات الحشريه، واخطر حاجه موجوده في الصعيد في الفتره دي ان انت عندك حبوب الغل. الحبوب دي شبه كل اللي بيجي بيها لما بيستعملها كوسيله انتحار، يعني بيبقى مثلا حالة كل 50 أو 100 حالة اللي ممكن تنقذها، وده لو انت لحقته خلال نص ساعة من اول ما انت ايه لهيئته، لان هو الحبه نفسها بتيجي في المعده تروح تيجي تتفاعل مع الاتش سي ال وتروح تطلع لك فوسفين غاز، والغاز ده بيروح يموت اكتر من اورجان سيستم، يعمل ليفر فيلير، يعمل كارديو توكسيسيتي، يعمل لانج فيلير. تلاقي ان استحاله ان انت تنقذ العيان ده، عيانين اللي بيموتوا بسبب كده بيبقى موته بشعه ويبقى صعب ان انت حتى تلحقهم لما بيوصلوا في الاستقبال. نفس الفكره ان انت عندك الاكسجين لو تركيزه كان عالي بيبدا ان هو يعمل سيلير انجري. الحكايه دي بتشوفوها في الاطفال في النيونيتال يونت، الوحده بتاعت الاطفال حديث الرضاعه، هتلاقي ان هم لما بيتعرضوا لاكسجين عالي بالذات لما يتولدوا بري تيرم او يتولدوا قبل ال9 شهور، يعني عيل اتولد قبل مثلا 8 شهور فالرئه بتاعته ما اتكونتش من فيه الكفايه، فبتبدا ان انت تروح تديله اكسجين. الاكسجين نفسه بنسبه عاليه ممكن ان هو بيروح يخلي ان يحصل حاجه بيسموها برونكيو الفيولار ديسبليزيا، حاجة تعرفوها قدام ان انتوا تلاقي ان البرونكاي نفسها بدأ ان يحصل فيها تغيرات، فبدأ ان يحصل دامج فيها، وده مثال لحاجة ان الاكسجين نفسه لما بتركيز عالي ممكن ان هو يعمل دامج. زي ما قلت لكم قبل كده من اخطر الحاجات اللي انتوا ممكن تدوها ان انتوا تدي هايبرتونيك سولت، الملح نفسه. لو واحد جالك عنده الصوديوم قليل في الدم لازم تبقى عندك حرص شديد جدا وانت بتبدأ تديله محلول ملح، لو انت اديت له هايبرتونيك سولت سولوشن، ان انت ما تعليش التونيسيتي بشكل عالي، لان انت زي ما انت فاهم الجسم نفسه تأقلم شويه على ان الصوديوم بقى قليل، فانت رحت بدأت ترجع له كميه صوديوم كبيره، وانتوا زي ما انتوا عارفين الصوديوم ده بيكون موجود بره الخلايا، والصوديوم ده ماده اوزموتيك رياكتيف، فاللي هيعمله الصوديوم الكتير اللي انت دخلته في البلاد ستريم وبقى موجود في الاكسترا سيلولار فلويد ان هو هيروح يسحب الميه اللي موجوده جوه الخلايا، فيروح يعمل لها سيلولار شرينكج ويجففها ويسبب ان هي تموت.
هتلاقوا ان برضو الكحول، اللي بيتشرب بيروح يموت الخلايا. نفس الفكرة بالنسبة للناركوتيك دراجز اللي هي الأدوية، المخدرات اللي بيتعاطوها مدمنين المخدرات، وده برضو ينطبق على الأدوية العلاجية اللي بنستعملها كدكاترة في الثيرابيوتيك ادمنستريشن، دي برضو ممكن ان هي تموت خلايا. الميكروبيال انجريز طبعا هتلاقي ان في انفكشنز كتير جدا، ودي الحاجات اللي ايه بتخص المايكرو، سواء كانت بكتيريا، الريكيتسيا اللي هتلاقيها بتتنقل من ايه، من التيكس والحاجات زي روكي ماونتن سبوتد فيفر. هتلاقي الفيروسات كتير، اشهر حاجه طبعا انت عندك الكورونا في الفتره دي، هتلاقي الفطريات الفانجاي بتعمل كده، حاجات زي مثلا الكانديدا البيكانس، هتلاقي البروتوزوا زي الاميبا بتروح تعمل لك ايه انفكشنز، هتلاقي الميتوزوا وغيره من الباراسايت زي مثلا الديدان، كل دي ممكن انها تعمل ايه سيلولار انجوري. لو هنحكي على جزء بقى الاميونولوجيكال، لازم تبقوا فاهمين ان الجهاز المناعي ده دبل ايدج سورد، سيف ذو حدين. انت ممكن الجهاز المناعي يحميك، او ممكن ان هو يقلب عليك فيبدا ان هو يعمل سيلولار انجوري بذاته. مثال كده حالات الهايبر سنسيتيفيتي او الانافلاكتيك رياكشنز، انت لو حصل ان الجهاز المناعي بقى اوفر اكتيف في حاله مثلا زي الناس اللي عندهم حساسيه، الانافلاكسس ده نقطة مهمة جدا، ان انت عندك بيروح يبدأ ان يحصل ماست سيل دي جرانيوليشن بكمية كبيرة. الخلايا الماست سيلز دي اللي موجودة في الدم بتبقى بتشيل فيها حاجة اسمها هيستامين، الهيستامين ده بوتنت فازو دايليتور، بيوسع الشرايين جدا. فانت لما بيكون شخص عنده حساسية مثلا، فلنفترض من الفول السوداني، وراح كل فول سوداني، تبدأ ان الخلايا دي الماست سيلز تروح تطلع ايه، تطلع كمية هيستامين عملاقة، فتروح تخلي ان الشرايين اللي موجودة بلاد فيسلز يحصل فازو دايلاتيشن، توسع كبير جدا. فبالتالي انت لو لازم تبقى فاهم ان الشرايين بتاعت الجسم لو انت جيت مديتها تقدر توصل من هنا لغاية القمر، لأن كمية الشرايين اللي موجودة في الجسم والشعيرات الصغيرة كبيرة جدا وكتيرة، وهي الفكرة كلها إن أغلبها مقفول، ما بتبقاش فاتحة، بتبقى ضيقة. فأنت لما تروح تبص تعلي الهستامين ده بنسبة كبيرة جدا، فأنت كده رحت فسحتها، فيروح الدم يتراكم فيها فما يوصلش للأعضاء المهمة اللي هو القلب والمخ، فيبدأ إن الشخص يخش في إيه، في السكتة أنافلاكتيك دي اللي هي الأنافلاكتيك شوك. ودي من اخطر حاجات اللي ممكن انت ايه تواجهها بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه، ولازم بياخدوا ابنفرين في الحاله دي. النقطه الثانيه ان انت عندك الاوتو اميون ديزيز، امراض الجهاز المناعي، وزي ما قلنا دي بتحصل اكتر في الستات، في الفيميلز، وبتلاقي ان انت الجهاز المناعي بدا ان هو يهجم على نفسه، زي مثلا ايه قلنا جريفز ديزيز، اللي هو بيبدا الجهاز المناعي يطلع اجسام مضاده ضد الغده الدرقيه، فيروح يبدا ان هو ايه يدمر فيها، هو بيحفزها يليها بعد كده فيروح يكبرها، او ممكن ان هو يدمرها في حاله الهاشيموتو ديزيز، وهما الاثنين برضو امراض ايه في الجهاز المناعي. ممكن بعد كده ان انت يحصل immunological tissue injury بسبب زي ما قلنا ان الجهاز المناعي يهجم على نفسه، او عندك انت الاميون ديفيشنسي، مشكله النقص المناعه، اشهر حاجه عارفينهم هو المرض الايدز اللي هو acquired immune deficiency syndrome، اللي هو بيكون فيروس الاتش اي في او الهيومن immune deficiency فيروس، بيخش بيروح يبدا ان هو يهجم على التي سيلز ويروح يعدد يقلل الكاونت بتاعها، فتلاقي عندك خلايا المناعه بدات انها تقل 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 تقل، وبقى عندك نقص في المناعه، فبيبقى الجسم معرض ان هو يحصل له ايه انفكشنز، حتى بكتيريا عمرها ما تعمل انفكشن في شخص سليم. فده مثال لحالات الاميون ديفيشنسي، غير ان في ناس ساعات بيتولدوا وهم عندهم حالات وراثيه من الاميون ديفيشنسي، ويبقى الجهاز المناعي بتاعهم ايه ضعيف. كذلك ان انت ممكن الادويه اللي احنا بنديها بالنسبه للناس اللي عندهم ايه امراض يعني جهاز المناعه، يعني الاوتو اميون ديزيزز دي، بنديهم حاجات بنسميها اميونو سبريسنس او مثبطات للجهاز المناعي، هي نفسها بتروح تسبب حاله من الاكوايرد اميون ديفيشنسي. لما هنحكي بعد كده عن النيوتريشنال ديريجمنتس او المشاكل الغذائيه، هي على فكره مش بس نقص الغذاء اللي بيسبب المرض، كذلك الزياده بتاعته، وهي دي مشكله التخنه او الاوبيسيتي.
انت عندك الامراض بتاعت سوء التغذية، ممكن تكون ان انت عندك مجاعة starvation، ان كل السعرات اللي الشخص بياكلها الاكل كله كميته بقت قليلة، حد مثلا عايش على تفاحة في اليوم، او ممكن ان احنا لما هنيجي نوزعها في الاطفال هنروح نقول ان في مرضين مهمين تبقوا عارفينهم، ان حاجة اسمها مرزمس وحاجة اسمها كواشيركور. الفرق ما بين الاتنين ان المرزمس ده بيكون المشكلة ان السعرات كلها قليلة، مفيش حاجة معينة ايه ناقصة. كواشر كور بيكون المشكلة ان انت البروتين قليل. ده بيحصل ساعات في الستات، ان هم ممكن يجي تروح تبقى معيشة ابنها على توينكيز ولا على اي اكل مفهوش حاجة نشويات، بس مثلا لو عيل عايش على رز بس ما بياكلش اي بروتين، فبيبدأ ان هو يخش في حاجة الكواشر كور دي. هتلاقي ان الفرق ان الاتنين اللي هي المعصعصين وميتين خالص من الجوع وباين عليهم ان هم متاكلين، بس تلاقي اللي عنده كواشر كور ده بيكون منفوخ شوية، عنده حالة من الإديمة، وتلاقي إن هو كرشه نفسه عنده كرش كده، بس الكرش ده ما يهمكش، ده مش فات، الكرش ده اللي بيكون إيه، بيكون عبارة عن حالة من الإديمة وتضخم في الكبد. فده إيه، مرضين هتاخدوهم في الأطفال بالتفاصيل بتاعتهم. ممكن إن يكون نقص في المعادن، ده برضو مثال لسوء التغذية، والمعدن اللي بينقص في في الأنيميا هو الحديد. او ممكن ان يكون عندك نقص في تريس اليمنتس، يعني مثلا ايه حاجات زي الزنك مثلا، ممكن ان هو يروح الديفيشنسي بتاعته تبدا انها تروح تعمل مثلا ايه نوع من الامبوتنس لو كان سيفير او فاتيج او غيره. هتلاقي عندك بعد كده الاكسس، وهو ده اللي بتلاقيه اكتر في ايه في الدول الغنيه، ان انت لو عندك الشخص بياكل بزياده هتروح يحصل اوبيسي التخنه، فده أول واحد من الأمراض. والأوبيسي على فكرة مرتبط بسرطانات كتير، ومرتبط بأمراض كتير جدا زي الهارت ديزيز، القلب، ده بسبب الأكل الزيادة، زي عندك الأثيروسكلوز، وزي ما قلنا اللي هو تصلب الشرايين المتعدد، إن أنت بتلاقي إن الكوليسترول بدأ إن هو يتراكم في الشرايين فيبدأ إن هو يسدها، وتلاقي ان الضغط العالي برضو بيحصل بسبب الاثيروسكلروز، ازاي ان انت يحصل ايه زيادة في الضغط بسبب ان الشريان نفسه بقى ضيق، فبالتالي الدم بقى بيعدي بيضغط على جدار الشريان بقوة اكبر، فلما ايه فده بيبقى عامل حمل تقيل على الشريان نفسه. الايجنج برضو من الاسباب اللي بتعمل سيلولار انجري، ولما الناس بتعجز او بيحصل ما يسمى سينسنس، بتلاقي ان الخلايا نفسها بطلت ان هي تعمل ايه ريبليكيشن، تتكاثر وتبدا ان وتبطل ان هي تعمل ريبير، فبالتالي هيروح الايه يحصل سيل ديس وينتهي بان الشخص يموت. وده متعلق بان انت عندك في نهايه الايه في نهايه الدي ان اي بيبقى في حاجه اسمها تولومير. تولوميرز دي بيحصل لها شورتنينج مع كل ريبليكيشن، وهي دي اللي بتسبب في النهاية ان الناس بتموت. وعشان كده حتى في ايه في الانتي ايجينج، في الساينسز بتاعت الانتي ايجينج او الانتي سينسنس، يبقى تركيز كتير جدا على التولوميرز وعلى التولوميريز، علشان بيحاولوا ان هم يبطئوا الايجينج على قد ما يقدروا. السايكوجينيك ديزيزز دي معناها ان امراض نفسية ما بيكونش فيها حاجة معينة بايوكيميكال، لو شخص عنده اكتئاب مفيش تحليل دم هيشخص الاكتئاب، مفيش حاجات تغير في المورفولوجي او الشكل، هتلاقي ان المخ بتاعه لو جينا نعمل اشعه هتلاقيه زي السليم، فهتلاقي ان الشخص اللي عنده توتر نفس الحكايه، الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا، كل دي امراض بتكون نفسيه ما بتبانش عليها حاجه معينه في الباثولوجي، بس بيكون لسه يعني هي اسبابها بتكون ايه، يعني ساعات مثلا هيروح يقول لك ان في نقص في السيروتونين نفسه اللي هو النيورو ترانسميتر، النقل العصبي اللي مسؤول عن السعاده، فده يكون سبب للديبريشن، بس في حاجات بتروح تدل ان ايه ان الديبريشن بيكون في حاجات، بس ده حاجه مش هتبان على المخ لو انت جبته ورحت حطيته في جار، ولا لو انت جيت تفحصه على الميكروسكوب. ممكن تلاقي في السكيزوفرينيا مثلا ان انت عندك تضخم في البرين فينتريكلز، بيحصل درجه من الفينتريكولوميجالي، بس دي عمرنا ما نقدر نستعملها ان احنا نشخص سكيزوفرينيا، لان الكلينيكال بيكشر بتاعتها بتكون واضحه جدا، واللي هو ايه السكيزوفرينيا ده الانفصام. الياتروجينيك معناها ان السبب هو الطبيب اللي سبب ايه السيلولار انجوري دي، ففي امراض او بعض الوفيات بتكون سببها ياتروجينيك، مثلا ان انت حصل ايرور ان جادجمنت باي ذا فيزيشن، دكتور بدل ما كان ان هو المفروض يدي بنفرين
عشان حد عنده حساسية ودخل في أنافلاكسيس راح اداله دواء نايتريت مثلا، اللي هو دواء بيروح يوسع الشرايين بدل ما انت كنت عايز تضيقها وهو اصلا واسع، الدواء ده راح سبب ان العيان يموت. ده مثلا مثال ان حصل خطأ، فنقول على في الحالة دي ان ده عبارة عن ايتوجينيك انجوري. فحاجة تانية ان انتوا لازم تبقوا عارفين ان حاجة من الاخطاء اللي شائعة ووردة وبتحصل، ان انت لما بيحصل ما يسمى wrong site in surgery، ان انت تعمل عملية في الناحية الغلط، ودي حاجة بيتنبه عليها وفي تعليمات كتير وشيك ليست بتتعمل، ان انت الجراح لما يجي مثلا يشتغل انت عندك ورم في الكلية اليمين ممكن ساعات يروح يجي يخش العملية ويروح يستأثر الكلية الشمال. فدي بيكون مثال لحاجة بنسميها iatrogenic injury. نفس الفكرة برضو بالنسبة ايه، مش بس الأدوية ان هي تعمل حاجات iatrogenic، يعني مثلا دواء زي الأميودارون بيعمل تليف في الرئة، فده ايه بنسميه iatrogenic. الأشعة نفسها زي ما قلنا ان الإشعاع الراديشن للناس اللي بتعمل راديو ثيرابي او علاج بالإشعاع بالنسبة للأورام ممكن تجي لها أورام جديدة بسبب الراديشن، وكذلك الشخص اللي بيروح يعمل أشعة مثلا سي تي أشعة مقطعية كتير جدا بتكون بيتعرضوا لجرعة كبيرة جدا من الإشعاع، إن ممكن ده يبقى معرض أكتر في حياته قدام إن هو يخش في إيه؟ في سرطانات. عشان كده لو أنت قدامك اختيار إن أنت تعمل إكس راي، لأن الإكس راي بياخد إيه؟ بيعرض للأشعة أقل بكتير جدا من الأشعة المقطعية، فأنت لو تقدر تشخص عيان بإكس راي ما تلجأش للسي تي سكان او الاشعه المقطعيه، لان هي بتعرضه لكميه اشعه اكتر بكتير جدا، وده مهم بالنسبه لما تتعامل مع الاطفال اكتر. نرجع لكلمة idiopathic هنا، وقلنا ان معناها unknown cause يعني غير معروف السبب، معناها نعرف كتير جدا عن الـ etiology of diseases اسباب الامراض، في امراض كتير جدا مش مفهوم المرض السبب بتاعها. اشهر مثال بالنسبة لنا الضغط، 90% من الضغط بنسميه idiopathic او essential hypertension، ده معناها ان الراجل ده عنده ضغط بس ما عندوش اي مرض تاني، هو الضغط المرض الرئيسي اللي عنده واحنا مش عارفين سبب الضغط، وده اللي هتلاقي اغلب الناس اللي هتقابلهم في الشارع وعندهم ضغط هم عندهم essential hypertension. لكن ممكن يكون ساعات الضغط ده يكون لسبب secondary او بنسميه secondary hypertension او ثانوي لسبب تاني، مثلا زي لو داء الشريان الكلوي، ان لو حد عنده رينال ارتري سينوزيس ده ممكن ان هو يروح يسبب ضغط. في الحاله دي احنا عارفين السبب فمش هنقول عليه ايديوباسيك، فهنقول عليه ان ده سكندري هايبرتنشن. كذلك السرطانات احنا مش عارفين سبب كتير جدا منها، لو كنا بدانا عشان كده كميه الكانسر ريسيرش اللي بيتم كتير جدا، عشان حتى الان احنا مش عارفين سبب كتير جدا من السرطانات اللي بيسببها. فنرجع هنا للايه، مراجعه للنقاط. احنا قلنا ان الايتيولوجي او السبب الكوز اوف ذا ديزيز ممكن ان انت يكون السبب تروماتيك، ممكن ان انت يكون مشكله في التغذيه، ممكن ان انت يكون عندك مشكله جينيه تكون انهيريتد، ممكن ان انت يكون عندك حاجات اكوايرد، ممكن ان انت تلاقي حاجه في الجهاز المناعي immunological، ممكن انفكشنز، ممكن يكون سموم او توكسينز، فتبدأ دي تعمل لك المرض. فهو ده المصطلح pathogenesis او ازاي بيخلق المرض او الميكانيزمات اللي ورا المرض. فبتلاقي ان ساعات في تغيرات بايوكيميائية، فدي ممكن ان احنا نقيسها بان احنا نستعمل تحاليل للدم على سبيل المثال، وفي تغيرات structural بتكون على الشكل نفسه بتاع الاعضاء، يعني مثلا ان انت لو شخص عنده تليف في الكبد احنا بنروح نعمل له سونار الترا ساوند عشان نروح نشوف بنفسنا التغيرات دي ونقدر ان احنا ايه تبان عليه. فتلاقي ان حصل بعد كده تغيرات او حاجات abnormalities في الخلايا وفي النسيج، وحاجات كذلك ايه molecular وfunctional، ففي حاجات تغيرات تتم. في النهاية كل ده بيروح يبين ايه، يجي لك على الكلينيشن على مستوى الدكتور اللي هو بتبان كلينيكال manifestations او الظواهر الكلينيكية للمرض. وزي ما قلنا اخر مرة ان انت عندك بتتوزع يا اما signs يا اما symptoms. ساينز معناها الحاجة اللي الدكتور نفسه بيشوفها بعينه ويفحصها على العيان، سيمتومز معناها الحاجة اللي العيان بيروح يقولها على لسانه، يقول لك أنا بشتكي من كحة يا دكتور، أنا بشتكي من إن أنا دايخ أو إن أنا تعبان.
ايه بقى الافكتس بتاعت السيلولر انجري؟ طبعا هتختلف على نوع الخليه نفسها، لان في خلايا بتستحمل الانجري، في خلايا بتكون ما تقدرش تستحمل الانجري نهائي. يعني مثلا النيورونز من الخلايا اللي معروف عنها ان هي ما بتقدرش تستحمل الانجري وسنسيتيف جدا، فبيحصل لها دامج بسهوله، طبيعه الماده اللي عملت الانجري، وكذلك الشده بتاعتها السيفيرتي اوف ذا انجريس ايجنتس. طبعا ايه زي ما قلنا احنا injury of normal cells لما بيحصل اصابة ممكن انها تكون تقدر ان انت ترجع تاني، فبدي بنسميها reversible cell injury، او ممكن تموت وما يحصلش ايه ما ترجعش ابدا لحالة الهوميوستيزيس او ترجع لحالتها الطبيعية، فهنقول عليها irreversible ايه cell injury. بيحصل تغيرات طبعا في الانظمة البيوكيميائية فتخلي ايه، وهي طبعا مختلفة ومعقدة، فبس في بعض المبادئ الثابته اللي بتنطبق على اغلب الايه السيلولار انجري. طبعا احنا قلنا ان على حسب طبعا الاستيمولس نفسه نوعه وقد ايه الفتره بتاعته، لان لو اخذ فتره طويله طبعا الخلايا ما تقدرش ان هي تتاقلم عليه، وعلى حسب الشده بتاعته. يعني مثلا السموم لو سم معين لو كانت جرعه منه صغيره او لفتره قصيره، او لو كان مثلا اسكيميا خفيفه ممكن ان يحصل ريفرسبل انجري. بينما نفس الماده الكيميائيه دي او لو الاسكيميا او نقص الدم الاورجان معين استمرت لفتره طويله، في الحاله دي يروح يحصل سيل ديس. فهنا مع ان نفس الشيء بس الجرعه او الفتره المده اللي حصل فيها ادت لاختلاف ان خلايا عرفت انها تعيش حصل لها ريفرسبل سيل انجري ورجعت تاني لطبيعتها، وفي الحالة التانية حصل لها ان هي ماتت وحصل سيل ديث. طبعا نوع الخلايا اللي بتتعرض بيختلف بناء على نوع الخلايا، بيخلي ان الإصابة نفسها تختلف، في خلايا معرضة لإصابة اكتر من خلايا تانية، الحالة الغذائية بتاعت الشخص، الحالة الميتابوليك بتاعه، يعني لو شخص كان عنده لو هو شخص مثلا عنده ميتابوليك ديستربنس ودخل في انجري مش بيقدر ان هو يستحمله، فكل ده والادابتيشن الهوستل انفايرمنت بيروح يحدد الايه قد ايه درجه السيل انجري اللي بتحصل. على سبيل المثال لو احنا هنحكي عن الهايبوكسيك انجري او الاصابه اللي بتحصل بسبب نقص الاكسجين، هتلاقي ان خلايا العضلات بتقدر انها تستحمل فتره طويله جدا. زي ما قلنا التورنيكي لو هو قفل دراعك تقدر ان انت العضلات تعيش لمده كام ساعه قبل ما تبدا ان هي تموت. بينما من اكتر العضلات الحساسه هي الكاردييك ماسل، دي بيحصل لها ريفرسبل سيل انجري بعد من 20 ل 30 دقيقه من الاسكيميا. هو ده اللي بيحصل في حالات المايوكارديال انفاركشن، اللي هو لما شخص بيخش في سكته قلبيه فبيروح الشريان التاجي بتاعه يتسد، في خلال نص ساعة تبدأ إن الخلايا تموت. ولما الخلايا بتموت على فكرة بتبدأ إنها تطلع حاجة اسمها تروبونين، لأن ده واحد من الحاجات اللي إحنا بنقدر نشخص بيها لما نسحب عين الدم الشخص عنده مايوكارديال انفاركشن، لأن خلايا العضلات كلها بيكون فيها إيه تروبونين، فإحنا ممكن إن إحنا نقيسه نروح ونسميها ساعتها إيه إنزيمات القلب، ودي بنقدر ان احنا نستعملها عشان نعرف ان بدأت الخلايا تموت، وتساعدنا كمان بان احنا نعرف قد ايه الحالة بتاعت القلب وبدأ ان هو يحصل له تحسن او لا. في بقى حاجات بتحصل جوه الخلايا مهما كانت العوامل التانية، في حاجات بايوكيميكال شينجز بتحصل عامة في كل السيلولر انجري. لما انت الميتوكوندريا بيحصل لها دامج كده انت عندك مصنع الطاقة اتضرب، فده بيتم أثناء الهايبوكسيا لأن هو بيعتمد على الأكسجين، الميتوكوندريا بتاخد الأكسجين وبعد كده بتروح تدخله في عدة مراحل لغاية ما يروح يبدأ إيه يكون طاقة، والطاقة بتاعتنا بتكون على شكل أدونين ترايفوسفيت اللي هو الـ ATP، فيروح يبدأ إن هو يستنفذ، فتلاقي إن حصل ATP depletion. السيل ممبرين طبعا بيحصل دامج دايما في خلايا في السيلولر انجري، تلاقي ان السيل ممبرين بدا ان هو يحصل له دامج وبدا ان تتاثر البرميابيليتي بتاعته، وبدا ان الايه الالكترولايتس اللي كانت موجوده من بره تخش جوه واللي من موجوده من جوه تطلع لبره، تلاقي ان حصل ايه شينجز في السيل ممبرين. والسيل ممبرين ده مهم جدا لان هو ده اللي بيحمي الخليه من المحيط اللي حواليها، فبدات انها تتعرض لايه لكل حاجه حواليها ممكن ان هي تخش، فالسيل ممبرين انجري بتكون ايه كارثه. ممكن ان انت عندك طبعا يحصل حاجه اسمها اوكسجين فري راديكلز، وهي دي اللي احنا بنستعمل عن حاجات زي السوبر اوكسيد
والهيدروجين بروكسيد، وهو دي اللي انت لما بتسمع المصطلح انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده بتكون عشان كده، عشان انت عندك الاكسجين فري راديكالز دي بتحصل في وجود بعض الكيماويات. يعني مثلا لو انت الباراسيتامول اللي هو البارامول العادي المسكن، لما بيزيد الجرعه بتاعته بيقدر انه يطلع لك كميه فري راديكالز كبيره جدا، والاكسجين فري راديكالز دي بتكون مواد بتقعد تخبط لك في ايه، يعني هي بتكون مواد فيها عندها الكترون زياده فبيخليها ان تقعد تخبطه وتنقله، بتروح تعمل سيل دامج وتعمل دي ان ايه دامج كتير جدا، فتلاقي ان ايه ممكن تموت خلايا بسرعه جدا. عشان كده مثلا التسمم اللي بيحصل بسبب الباراسيتامول اللي هو زي ما قلت لكم البارامول لما بيتاخد بجرعات كبيره فوق ال 10 جرام اللي هي دي هتلاقيها مثلا يعني حد خد لك شريطين وانت طالع، بيروح في الحاله دي بتطلع كميه فري راديكالز كبيره جدا فتروح تعمل فشل في الكبد، وكتير جدا من العيانين دول ما بيعيشوش اساسا للاسف. حاجه تانية ان انت عندك بيزيد الكالسيوم اللي موجود جوه الخلايا. انتوا لو اخدتوا في البايو هتلاقوا ان كتير جدا من التفاعلات بتعتمد على الكالسيوم ككو فاكتور، فلما الكالسيوم يروح يدخل بسبب ان انت حصل سيل ممبرين دامج زي ما قلنا الممبرين بتاع الخلايا بقى متسرب، فبدا ان الكالسيوم اللي كان موجود جوه يخش كان موجود بره بدا ان هو يخش جوه، فيروح يفعل انزيمات كتير جدا جوه الخلايا، فالانزيمات دي تبدا ان هي تاكل الخلايا وتاكل الاورجانيلز اللي موجوده فيها فيروح يدمر الخلايا من جوه. فالكالسيوم ممكن طبعا يطلع من البلازما، ممكن يطلع من الميتوكوندريا اللي انت قللت الاكسجين بتاعها فبدات ان يحصل لها دامج، وممكن ان هو بيطلع من الاندوبلازميك ريتيكولم نفسه، هتلاقي في الساركوبلازميك مثلا على سبيل المثال الاس سي ار او الساركوبلازميك اندوبلازميك ريتيكولم بيكون مخزن كالسيوم كتير زي مثلا في العضلات عشان يستعملها في الايه في انقباض بتاع العضلات، فلما يطلع ده هيروح يفعل كميه انزيمات كتير جدا تبدا ان هي تموت ايه الخليه، مثلا منهم الفوسفولايبيز، هتلاقي ان الفوسفولايبيز من الاسم بتاعه كلمه ايز يعني معناها انزيم بيكسر، هيروح يكسر الممبرين فوسفوليبيدز وطبعا هيروح يخلي ان العمليه تتسارع، كده هيروح يدخل كالسيوم اكتر يروح يفعل فوسفولايبيز اكتر يروح السيل ممبرين لغايه ما ايه يدوب بالكامل. هتلاقي عندك البروتييزز ودي هتروح تكسر لك البروتين اللي موجود جوه الخلايا، هتلاقي عندك اي تي بيزز وانت عندك اساسا كان حاصل في نقص في الاي تي بي بسبب الميتوكوندريال دامج فكمان بدأ تطلع انزيم يروح يكسر الـ ATP فكده بقى عندك الطاقة أقل وأقل فالخلية مش قادرة ان هي تكمل كده. وهتلاقي ان الكروماتين نفسه الـ DNA بتاعك بدأ ان يطلع له حاجات اسمها endonucleases ودي بتروح تكسره وتروح تفتفته فتبدأ خلاص كده انت عندك الـ DNA نفسه اللي موجود بدأ ان هو يتكسر فكده الخلية خلاص ما بقاش فيها اي حاجة شغالة فتبدأ ان هي تموت، وكل ده بسبب الكالسيوم وهو المفاعل الرئيسي اللي بيسبب للايه للسيلولار ديث. ولازم تبقوا فاهمين كويس ان وجود الكالسيوم جوه الخلية بكمية كبيرة واللي كان حامي اللي كان حاميها كان السيل ممبرين بشكل رئيسي بيسبب ان هي تموت بسبب تفعيل الانزيمات الكتير دي اللي زي ما انتم شايفين. في بعد كده حاجات بتتم تغيرات على الشكل، فطبعا ايه انت لو بصيت هتلاقي ان في تغيرات على المستوى البايوكيميكال فدي بتشاف بشكل ايه بشكل اكبر. الحاجات الالترا ستراكشر يعني صغيره جدا دي بتبان يعني ايرليير عن البدري عن اللايت مايكروسكوبيك التريشنز، فالحاجات اللي انت هتشوفها بالالكترون مايكروسكوب هتبان بدري اللي انت شايف على مستوى ايه على مستوى ادق وعلى مستوى حاجات اصغر فدي هتبان عليها اول حاجه، يليها حاجات اللي هتبان على مستوى اللايت مايكروسكوب، يليها ان ممكن بعد كده تبان حاجات بشكل جروس على مستوى العين المجرده. فالمورفولوجيكال تشينجز برضو لازم تبقوا فاهمين بتاعت الريفرسبل سيل انجري بتبان بدري عن الحاجات اللي ايه عن المورفولوجيكال التريشنز بتاعت السيل ديست، ودي هفهمها لكم في السلايد اللي جايه لان واحده من اهم الحاجات اللي بتحصل في الريفرسبل سيل انجري ان بيحصل ما يسمى سيلولار سويلنج. انت حصل نقص في الطاقه فانت لازم تفهم ان انت عندك في صوديوم بوتاسيوم ايتريز بيحافظ على الايه على ان يكون البوتاسيوم جوه والصوديوم بره. انت الصوديوم بوتاسيوم ايتريز دي بتحتاج اي تي بي او طاقه، انت افترض ان الخليه دي
قل كمية الأكسجين وقل كمية الدم اللي رايحة، فمبقاش وصل لها طاقة كافية إن هي تروح تخلي البامب دي تفضل شغالة، فيروح الصوديوم يبدأ إن هو يخش لجوه، فمع دخول الصوديوم لجوه بدأت الخلية تورم، لأن الصوديوم بيخش ويروح يدخل معاه مية، لأن إحنا زي ما قلنا الصوديوم ده حاجة أوزموتيك دي أكتف، فتلاقي إن الخلايا بدأت إن هي تورم، فده من أول التشينجز اللي بتلاقيها. فعشان كده بتلاقي ان ايه الريفرسبل سيل انجوري بتبان بدري عن ايه الحاجات اللي بتحصل في السيل ديث. فزي ما قلنا اشهر سببين للسيلير انجوري هو الاسكيميا والهايبوكسيا. اسم تاني للريفرسبل سيل انجوري هو الديجنريشن، بيحصل لو انت كان عندك الانجوري كانت خفيفه مايلد او كانت الفتره بتاعتها قصيره، هتلاقي ان اكتر خلايا بتتاثر واسرع حاجه هي الاكتيف بارينكتما سيلز، لان دي خلايا عندها معدل الميتابوليزم سريع جدا، فهي اكتر حاجه بتحتاج ايه اكسجين، بينما خلايا السبورتنج في الحاجات الداعمه، يعني مثلا خليه زي الفات سيل صعب ان هي يحصل لها سيل ديس بسرعه، لان هي ما فيش ميتابوليزم تم فيها، ما فيش اي نشاط بيحصل فيها، فنقص الاكسجين ما بيأثرش عليها بايه بسرعه، بينما حاجات زي الكاردييك ماسلز، حاجات زي الهيباتيك سيلز، هتلاقي ان دي بتتاثر اسرع بكتير، لان هي بتحتاج اكسجين وطاقه اسرع، فلو قل كميه الاكسجين هتبدا انها تتاثر بسرعه جدا. فتلاقي ان الريفرسبل سيل انجوري بيضم حاجات زي ما قلنا في السلايد اللي فات وشرحتها، اللي هي حكايه اكيوت سيلولار سويلنج، ان بيحصل كلاودي سويلنج او ايه او هيدروبيك سويلنج، تلاقي ان الخليه بدات ان هي تورم، وده قلنا بسبب ان انت عندك قله الطاقه، فالبامب اللي موجوده الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي بتدخل الصوديوم بدأ اللي المفروض ان هي بتطرد الصوديوم لبره وتحافظ على ان ايه ان البوتاسيوم يكون لجوه، بدأ عطلت لان هي كانت محتاجه اي تي بي، فيروح الصوديوم يبدأ ان هو يخش بكميات كبيره فيدخل معاه ميه، فتروح الخليه تبدأ ان هي ايه تورم. هتلاقي واحده من حاجات الفاتي شينج ان الخليه تبدأ ان هي ايه يتراكم فيها الفات، بسبب ان انت عندك الاكسديشن بتاعه نفسه بدا ان هو يقل، ودي مثال ليها، هتلاقي ان الفاتي تشينجز اوف ذا ليفر، يعني الدهون اللي على الكبد، لو سمعت ان حد عنده فاتي ليفر او دهون على الكبد، ده معناها ان الشخص ده حصل له نوع من السيل انجري وبيكون ريفرسابل، يعني لو بدا ان هو يحسن الاكل بتاعه، لان هو بيحصل مع التخنه ومع الاكل الغير صحي جانك فود، فممكن ان هو يروح يصلح الخلايا دي. هتلاقي ان الفاتي شينج تلاقي الخليه نفسها بقت مليانه دهون، فتبدا تلاقي ان النيوكليوس النواه بتاعتها بدات ان هي تتراكم على جنب، تلاقي ان حتى بتسميها سيجنت رينج ابييرنس، لان الخلايا بتبان كانها عامله زي خاتم، لان النواه بتاعتها بقت ايه موجوده على جنب كده ايه متطرفه، بسبب ان الدهن دفعها ايه على جنب. لكن الايريفيرسيبل هنا ده معناها ان انت حاجه كانت الانجوري نفسها شديدة سيفير أو كانت فترتها طويلة، فبالتالي بيحصل دامج، وأهم حاجة للنيوكليوس وهو ده مكان اللي موجود فيه الدي ان ايه، فطالما حصل دي ان ايه دامج هتموت الخلايا. وهنا احنا هنبدأ نتكلم قدام بعدين على النوعين الاتنين من السيل ديث، اللي هو النكروزز والابوبتوزز. شكراً.